دل طبعا شلنا الجزء اللي تحت اهوت اللي هو ده الجزء الكماليات من تحت اهي، البلاستيكه اللي تحت اللي عند الفلتر شلناها من المكان ده، والبورده ورايا اهيت، والفلتر بتاع الغساله بننضف منه الترومبه كده. احنا ايه حررنا اللوك بتاعنا اهوت، شلنا المسامير وشلنا الجوانه اهوت تمام، حررنا الكلام ده كله، والمسامير احنا فكناها اهيت الحمد لله، المسامير اتفكت، كل المسامير دي اتفكت تمام. هنبدأ بقى نشيل الوش بتاعنا كده، احنا شلنا الوش اهوت اللي احنا شايفين ده الوش، وش المسامير ده طبعا الجوان، دي كتلة الأسمنتية بتاعت الغسالة، ودي البوردة بتاعتنا قدام طبعا، دي الترمبة، وده الضفيرة اهيت، وده اللوك اللي احنا فكناه من الوش، وده الدراير اهو المجفف. هنبدأ نكمل بقى هنفك البوردة دلوقتي. طبعا احنا فكينا كده المسامير بتاعت اللي هي ماسكة البوردة من تحت، هنبدأ نسحب البوردة عشان نطلعها بره، عشان نعرف نطلع الحلة بتاعتنا اصلا. البوردة هنبدأ نسحبها ونطلعها بره للبوردة بتاعتنا، طبعا هي في الكفر بتاعها كده. طلعنا البوردة اهيت كده، كل حاجة ظهرت معانا، المساعدين اهيت، ودي ايه هنفك القفاز ده طبعا الأول، ونفك القفاز ده ونبدأ نخش على المساعدين، هنشيلها من الكفر بتاعتها ونحرر الحل عشان نطلعها بره. طبعا دي البوردة اهي زي ما احنا شايفين، طبعا هنفك بقى الفلتر عشان ننضفه، طبعا بنفك شمال كده ماشي، وده بقى ايه هطلع قصاص فلتر افندي، ونشوف بقى ايه فيه مجوهرات، فيه لؤلؤ مرجان زي ما انت شايفين كده. الفلتر ما شاء الله فيه خيارات ربنا كتير اهوت، لو نلاحظ الخيارات طبعا تبقى لا تنزل اهي، برواسي ورايش اهوت. طبعا احنا مش هنحرمكم برضه من الفلوس، انا لاحظت كده ان انا شايف فلوس جوه، فمش هنحرمكم من موضوع الفلوس دي، لا شوفوا 2 جنيه هما من جوه ما شاء الله، هنطلعهم دلوقتي. ده الفلتر اهوت، طبعا الفلتر ده كان منه كان بيسرب، فحطينا له ايه سيليكون حراري بحيث ايه ان يمنع التسريب بتاع الميه. طبعا السيليكون الحراري بيعمل زي الجوان بيطلع سهل يعني، مفيش مشكله من يمته تمام. لكن هي الجريمه جريمه القتل اللي في الغساله طبعا احنا هنشوفها دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده خيرات ربنا بتبدا تطلع اهيت، جنيه اهوت ما شاء الله، يعني الجنيه يعني ايه صد اهو زي ما احنا شايفين، الملك خوف ولا مش عارف هو الملك مين ده، صد اهوت ادي اول جنيه، طلعنا اول جنيه. خش بقى على الجنيهات اللي بعد كده، وادي كمان جنيه كمان اهوت، برضو الملك سنافر وباين اهو ماشي، ادي كده 2 جنيه طلعوا من الغسالة. اما ندور تاني جايز نلاقي دهب، لا حاجات عاملة زي الأسمنت اهيت، بس أهم حاجة احنا ايه لقينا 2 جنيه فكة اهو، دول أهم حاجة عندنا، والباقي بقى دبابيس على حاجات تانية مش مشكلة، المهم احنا لقينا 2 جنيه فكة. هنبدأ نصف. طبعا فكينا الايه السوستة اهي دي، طبعا فيه مسمار كمان اهوت، مسمار اهو في الغسالة يعني جناحات ومسامير يعني ما شاء الله، مسامير وجناحات طبعا، الحاجات دي كلها اكبر غلط على الغسالة. خلي بالنا هنبدأ بقى نفك المساعدين. طبعا ده زي ما احنا شايفين كده البلية اهوت من ورا الظرف عامل ازاي، كله صدى ازاي، وده الماتور اهو بتاع الغسالة، ده الماتور اهو من ورا. طبعا الماتور اصلا لو نلاحظ الصدى اهو جاي عليه خالص اهوت، نحمد ربنا ان الماتور ما جاش على الكهرباء ميه من الصدى دي، فطبعا ممكن تضرب الماتور تعمل فيه قفله وتعمل لي مشكله في البورده، فالحمد لله ان ايه ان ما حصلش الكلام ده يعني. اهو ده السخان اهوت، ودي حاجه بقى السخان، هنبدا بقى وده الاستيدر اهو المسامير بتاعته، هنبدا نفك الايه الحاجه بتاع السخان اهيت، دي الكهرباء السنسور الحساس، ودي كهربة السخان.
طبعا في عندي الارضي زي ما احنا شايفين، ده الارضي، ده الارض بتاعنا. دي السامول اهي اللي بتروض مع سلك الارضي، هنشبطها عالي. ربنا يستر بس ما يكونش الحلة من جوه مشروخة، تبقى مشكلة أكبر يعني. هنبدأ نفك المسامير بتاعتنا هي. دي المسامير اهي مفكين. كنا حرارنا الضفيرة يا محمد، هو القلق كله بس يكون في شروخ هنا داخلية في الحالة نفسها من جوه، لأن في تمليح أهوت. ربنا يستر بقى ميكونش فيه إيه، ميكونش فيه شروخ في الحالة دي. طبعا المجفف زي ما احنا شايفين أهوت، أنا فكيت المسامير بتاعته. هنبدأ بقى إيه نشيل المجفف، بنحرر بقى إيه السلاسل بتاعته. دي الحساسات ايام بنحررها، ده السنسور اللي بنحرره عشان اعرف ايه اقلبه الناحية التانية. ده المجفف بتاعنا اللي احنا شايفين. يا ستار يا رب، ما هذا الذي يحدث؟ زي ما احنا شايفين ده مسحوق، طبعا مسحوق كتير جدا، مسحوق يعني لو نلاحظ ما شاء الله يغرف، يعني لو حد بيغرف هيغرف، يعني مسحوق 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 ما شاء الله. خزين خزين في ايه، في تهويد المجفف زي ما احنا شايفين اهي مسحوق عامل ازاي. واحنا قايلين دايما نص كوباية المسحوق اللي هنحطها في الغسالة، تلات ارباع ونص في الجهة الكبيرة، وربع ونص الكوباية في الجهة الصغيرة. يعني زي ما احنا شايفين ادي مخاطر المسحوق، مسحوق عامل ازاي، يعني ده منظر يرضي ربنا. طبعا ده منظر يعني ما ينفعش خالص، ده عامل ازاي، مسحوق جدا. طبعا هننضفه دلوقتي، لازم ننضف الكلام ده كله ونشيل القطعة دي. نبدأ نحرر الحل. طبعا احنا كده طلعنا الحل اهي بره. هنبدأ طبعا المسحوق زي ما احنا شايفين مسحوق يعني كتير جدا، ما ينفعش كده طبعا الطريقة دي خالص. وده المجفف بتاعنا اهو بره ماشي، والحلة كده فضت، الحلة كده يعتبر فضت. وده الموتور اهو، دي الحاجة بتاعتنا، كل أجزاء الغسالة زي ما احنا شايفين بحترف كل حتة اهي ماشي. نبدأ نفكك الحلة نصين دلوقتي. طبعا بنحط الغسالة جلدة ولا حاجة، هو نبدأ نفك المسامير بتاعتها. فينا احنا فكينا المسامير كلها بتاعت الغسالة زي ما احنا شايفين. كده فصلنا الحلة من بعضها، الحلة التانية هي مش التاني. طبعا ده اللي هو مسدود اهو، الاسمنت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو المسحوق. الحل اهون بقى، جينا تاني مسمار عادي بلد اهو حاطط عشان ادق عليه، بدل ما ادق على المسمار بتاع الشركه بوظه، بستخدم مسمار عادي.
وحطينا هنا زيت باكم اهوت هنا عشان ايه يحل السدر اللي على العمود شويه بحيث ان العمود يطلع بسهوله وكده. هنبدأ بقى شويه كده، هنجيب الشاكوش ونبدأ ندق على العمود بحيث ان هنطلعه من ايه، من الحله بتاعتنا اللي هي الحله النصف الخلفي بتاع الغسالة. طبعا هي دي اكتر من اكبر المشاكل في الغسالة اصلا، مشكله البني ديت، بس ان شاء الله سهله يعني وبسيطه باذن الله، على ما هيبقى بسيط ان شاء الله.